اهلا ومرحبا بيكم في حلقه جديده من سلسله حلقات هاشتاج اسال الدوك. النهارده هنتكلم عن مجموعه السارم، وكلمه سارم ده الاختصار بتاع سيلكتيف اندروجين ريسبتور موديوليتر، يعني دي مركبات كيميائيه بتدخل على نفس المستقبلات بتاعه التستوستيرون وبتعمل مفعول مشابه ليها، بس هي كيميائيا ومن حيث الشكل والتركيبه ملهاش دعوه بالستيرويدز. طب الهدف كان منها ايه؟ الهدف لما كانوا بيدوروا على منتجات او مركبات كيميائيه بتساعد الناس على محاربه الضمور العضلي. الضمور العضلي او الساركوبيني ده بيحصل للناس مع التقدم في السن عشان التستوستيرون بيقل، او الناس اللي بتبقى طريحه الفراش لفتره طويله جدا نتيجه المرض، لا قدر الله الناس اللي عندها سرطان وكده. بس طبعا عالم المنشطات وعالم كمال الاجسام لقى ان حاجه فيها انابوليزم عالي جدا، يعني القدره على بناء العضلات عاليه جدا، بينما الاندروجينيك سايد افكت اللي هو الاندروجين يعني الحاجات الخصائص السنويه المسؤوله مثلا عن تخن الصوت والظهور الشعر في الجسم في اماكن مختلفه ده كان قليل، فقالوا بس هو ده اللي احنا هنستعمله. لما اجي نبص على اشهر الاعضاء بتاعت السارم هنلاقي حاجه اسمها اندارين وحاجه اسمها اوستارين واسمها التاني اينو بوزارم، وفي حاجة اسمها ليجاندرول، وفي حاجة اسمها تستولون او اسم التاني بتاعها راد 140. طيب ما ده حاجة جميلة جدا، دي مش عاملة زي الستيرويدز ومركب مختلف، امال مشكلتها فين يا دكتور؟ مشكلتها ان الاعراض الجانبية بتاعتها قريبة جدا من الستيرويدز، وممكن تؤدي لفشل كبدي، بتؤدي الى سكتة قلبية او ذبحة او نوبة قلبية، دي كلها من الحاجات العادية بتاعت مجموعة السارم. طيب ايه تاني؟ طبعا الكوليسترول ممكن يزيد جدا، الكوليسترول اللي هو المضر اللي هو ال LDL، وكل الامراض اللي بتصاحب الجهاز القلبي، تضخم عضلة القلب وكل الكلام ده. كان في برضو مادة تانية كانت قريبة منهم بيقولوا عليها انها تبع السارم اسمها كاردارين، بس كاردارين او GW501516 هي كيميائيا قريبة جدا 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 كشكل من السارم، بس هي مش تبع المجموعة دي. المركب ده بالذات له قصة قوية جدا، ان هما بيستخدموه للعيبة اللي بيلعبوا في حاجات تستدعي قوة تحمل عالية جدا، علشان هو بيزود الانديورنس اللي هي القدرة على التحمل، علشان بيغير في الشكل او بيزود نسبة وجود الألياف العضلية البطيئة الانقباض اللي هم slow twitch muscle fibers الحمراء، وبيزود من كفاءة عملها، وكمان بيقلل نسبة الدهون في الجسم. طبعا الناس لما سمعت الكلام ده قالت لك بس هو ده المركب اللي ملوش حل. بس ايه بقى المشكلة؟ ان التجارب بتاعته وقفت عند التجارب بتاعت الفيران، علشان عند جرعة 5 جرام لكل كيلو جرام من الجسم ظهر 10 أنواع من الأورام الخبيثة في الحيوانات اللي هي الفيران دي. ظهر في الكانسر أو السرطان، ظهر في الكبد، ظهر في المثانة، ظهر في الرحم، في الجلد، في العينين، في المعدة، في الخصية، وحاجات تانية كتير. طيب قولا واحدا، انت لو استخدمت سارم فانت اولا بتستخدم مادة هي عبارة عن منشط صريح ممنوع من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الوادا، الـ FDA اللي هي اعلى هيئة دوائية رقابية في امريكا منع تداوله، ولما راحوا عملوا اختبارات على بعض الناس اللي بتقول ان ده مكمل غذائي، لقوا ان من 59% من المنتجات دي كان فيها سارم، و25% كان فيها مواد مقاربة للستيرويدز. يعني مش بس ان السارم خطر، لا كمان في مواد ممنوعة. نصيحة عليك مني يعني، استخدم المكملات الغذائية اللي هي legitimate اللي هي مفيش فيها اي منع، وموجودة على الموقع بتاع الوضع اللي هي الـ World Anti-Doping Agency او الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، واسمع الكلام بتاعهم وبتاع الـ FDA، عشان انت لو قدر الله لو كبدك باظ او جالك سرطان
حتى لو حد قالك خد المركب ده وخد الحاجات دي على ضمانتي مش هيجرى لك حاجة، اعرف ان هو بس عايز يبيع لك السم ده عشان هو يتربح من وراك، اما مصلحتك وصحتك فهو مش مهتم بيهم. اشوفكوا قريب في حلقة جديدة من سلسلة حلقات هاشتاج اسأل الدوك، مستني الكومنتس بتاعتكم تحت الفيديو ده، ومستني طبعا التفاعل بتاعكم واسئلتكم على الفيديو. اشوفكوا قريب ان شاء الله.